يظل الدين عاملاً حاسماً في حياة كثيرين باعتباره البوصلة التي توجه حياتهم، فهناك من يتخلى عنه ويترك نفسه فريسة للإلحاد، وهناك من يتمسك به ليكون موجهاً له في قراراته المصيرية. وقد لجأ العديد من الفنانين إلى الاعتزال من أجل التفرغ إلى عبادة الله، وذلك لاعتقادهم أن الفن وثيق الصلة بطريق الذنوب والمعاصي، فيما تخصص البعض في تقديم الأعمال الدينية فقط، في حين ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بمطالبتهم بإزالة أعمالهم نهائياً من تراث السينما وعدم عرضها مرة أخرى. لكن العجب كل العجب هو اتجاه بعض الفنانين للإلحاد، تلك الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، ولم تقف هذه الظاهرة على فئة بعينها، فهناك مشاهير أعلنوا أنهم ملحدين، والذين كان من بينهم الفنان محمود الجندي الذي يعد من أبرز الفنانين الذين لعب الدين في حياتهم دورا كبيرا، والذي اعترف بأنه لم يكن يصلي حبا وإيمانا ولكن لغرض إنساني لتحقيق النجاح في الدراسة، وبعدها أصابه الغرور لاعتقاده أنه صاحب كل النجاح الذي وصل إليه دون مساعدة من أحد حتى من الله، واتجه للتفكير العلمي المادي، وكان يجد كلام الملحدين أكثر إقناعا. ولكن سبب رجوعه إلى رشده كان وفاة صديقه الفنان مصطفى متولي، ثم بعدها حادث وفاة زوجته في الحريق الذي نشب بمنزله، حيث وصف الحادث بأنه كان بمثابة مرحلة تحول حقيقي في حياته وسبب توبته بعد إلحاده، وأنه شاهد النار وهي تلتهم أكبر عدد من كتب الإلحاد التي كان يقرأها، حيث قال عن هذا الحريق: هذه المكتبة كان بها كل أعمالي والصحف التي كتبت عني وعن أفلامي، ووجدت أن الجزء الذي يحترق بشدة هو الجزء الخاص بكتب الإلحاد. عندها جاءتني شرارة في عقلي نبهتني لما حدث، وبعد انتهاء الحريق وانتهاء العزاء في وفاة زوجتي ظللت أفكر في هذا الأمر: هل هذه الكتب نفعتني وهي تحترق؟ هل أسير في الطريق الصحيح؟ وهل الأموال التي أجنيها من التمثيل حلال أم حرام؟ وهل أقدم نصيحة للناس أم لا؟ وقررت أن أعتزل الفن إلى أن أصل إلى الطريق الصحيح. فالإلحاد لم يقتصر على مصر أو الفنانين المصريين، بل هو منتشر في جميع أنحاء العالم، لنجد عددا كبير من فناني العرب والغرب مصابين بهذه الآفة، والذين كان من بينهم دنيا مسعود مغنية الأندرجراوند، ورشيد بوجدرة الفنان الجزائرية، وأنجلينا جولي وبراد بيت بالرغم من أعمالهما الخيرية، والنجم دانيال راديكليف، والنجم الكبير مورغان فريمان. ولكن إذا نظرنا للموضوع فيما يخص نحن في مصر، فبكل حزن وأسى تحتل مصر صدارة وزعامة الدول العربية في انتشار الإلحاد، كما تحتل المرتبة رقم 13 من بين أكثر الدول المتضررة من العمليات الإرهابية على مستوى العالم، وذلك وفقا لتقارير لمعاهد بحثية دولية متخصصة. وفي نهاية نقول أن الإلحاد ليس ظاهرة ولم يرقى لأن يكون ظاهرة في المجتمع المصري، فالإلحاد موجود في كل عصر، لكن تسليط الضوء عليه من قبل البعض لهم يسمونه ظاهرة، وسبب ذلك هو انتشار وتنامي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ولجوء الشباب إلى هذه المواقع وإنشاء صفحات عليها، فوجدوا قنوات يعبروا عن أفكارهم من خلالها ويدعون إليها. ورغم هذه الكوارث فإن المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة لم يحرك ساكنا لمواجهة هذا التطرف بشقيها الإرهابية والإلحادية. We'll be right back.